اخواتنا السوريين يلي جوا البلد، شكرا لكل شيء عم تحاولوا تعملوه لحتى تنقذوا وتساعدوا اخواتكم. ساعدونا نحن كمان نوقف معكم، شيروا اي معلومه ممكن تكون مفيده، اي مصدر لسياره نقل، لسياره اسعاف، اي حدا محتاج دم، ساعدونا لحتى نوصل صوتكم. اخواتنا بالمغتربات السوريين، العرب، الحكام العرب، الملوك، شكرا لانكم وعدتوا توصلوا مساعداتكم. بتمنى ان توصل باسرع وقت، سوريا محتاجه كل شيء، محتاجه دواء واكل وبطانيات، ومحتاجه معدات ثقيله لحتى تطلع الانقاض وتنقذ الناس من تحتها، محتاجه فيول لحتى تمشي سيارات الاسعاف. نتمنى ترفعوا صوتكم وتساعدونا، وساعدونا نحن نساعد حالنا كمان.